السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش ممكن نتكلم على الهوايات والأذواق ديالي، يعني بالفرنسية بارلي، غنشوف كومون بارلي دو سي غو سي بريفيرونس اي سي باسيون. دونك غنشوف العبارات وغادي نعطيو أمثلة واضحة. الوغ دابور هنايا فاش غنجي نتكلم على الهوايات ديالي، اشنو كندير في وقت الفراغ ديالي، هذاك الشيء اللي كيعجبني اللي هي بالفرنسي لي غو لي بريفيرونس لي باسيون، خاصني نعرف بعدا المصطلحات. ممكن دونك نتكلم على لي سبور كوليكتيف، هنا فاش كنتكلم على مجال الرياضه شنو كيعجبني في الرياضه، دونك عندي لي سبور كوليكتيف الرياضات الجماعيه، لي سبور انديفيديوال الرياضات الفرديه، لا ناتاسيون السباحه، لو فوتبول كرة القدم، لو باسكتبول، الاتليتيزم العاب القوى، لي زار مارسيو فنون الحرب، الناس اللي كيعجبهم التيكواندو فول كونتاكت اتسيتيرا. دونك هاد المصطلحات مهمين فاش نجي نقول كيعجبني مثال فنون الحرب، ها هي لي زار مارسيو، كيعجبوني الرياضات الجماعيه لي سبور كوليكتيف، فاش بغيت نقول كيعجبني السباحه فرونسي لا ناتاسيون. ممكن تقول تكلم ايضا وتكون عندك كهوايه باغ اكزومبل لا ليكتور، لا ليكتور هي القراءه او المطالعه، لا بانتور الرسم، لو شون الغناء، نافيغي سور انترنت كيعجبني انا ندخل الانترنت، لو سينما السينما او التمثيل، لو تياتر المسرح، لو فواياج السفر، لي زافونتور المغامرات، لا ديكوفيرت الاستكشاف والاكتشاف. في لي ماتيير سكولير في المواد الدراسيه ممكن تقول كيعجبني لو فرونسي لغه الفرنسيه، لونجلي العرب العربيه، لا فيزيك يعني الفيزياء، لي سيونس دو لا في دو لا تير، لي سيونس دو لا في دو لا تير علوم الحياه والارض اللي هي باختصار لي سي في تي، ليدوكاسيون اسلاميك التربيه الاسلاميه، ليستوار اي لا جيوغرافي او بيان ليستوار جيو يعني التاريخ والجغرافيا اتسيتيرا. دابا غنشوف العبارات اللي غنستعملها باش غنتكلم على هادو، والعبارات باش غنتكلم على هاد لي غو لي بريفيرونس او لي باسيون. تبع معايا مزيان. دونك ممكن نقول جيم احب، جادور اعشق، يعني جيم جادور تقريبا عندهم نفس المعنى، غير جادور هي قويه، جو بريفير افضل صافي. دونك ممكن تقول جيم لي سبور كوليكتيف، جيم لو فوتبول، ولا جادور لو فوتبول، ولا جو بريفير كنفضل متى اذا كتكلم على الدراسه تقول جو بريفير لو فرونسي، جو بريفير لونجلي، جو بريفير لاراب. ممكن نستعمل عبارة أخرى تقول جاي اون باسيون دو بوان، لدي واحد الشغف دو بوان شكون هو، تقول جيم لو فوتبول باغ اكزومبل. دونك ممكن تقول جيم بوحدها، ممكن تقول جاي اون باسيون دو بوان تقول جيم ولا جادور، أو بيان ممكن تقول ما باسيون سي الشغف ديالي الحاجة اللي كتعجبني سي، وتقول باغ اكزومبل لي سبور كوليكتيف ولا لو فوتبول ولا لا بانتور أو بيان لا ليكتور. نشوفوا هادشي دابا في جمل واضحة. ناخذ واحد ليكزومبل، يعني فاش كتكون كتكلم على راسك كتقدم نفسك غتقول باغ اكزومبل جو سوي فريد و جو سوي فاطمة استرا، جو سوي ان اليف الا كانت بنت غنقولو اون اليف، اون تخوازيام اني كوليجيال انا في الثالثة اعدادي، جي اون باسيون ها هي انا فاش غادي نتكلم على لي غو و لي بريفيرونس و لي باسيون ديالي شنو استعملت، جي اون باسيون جيم لدي شغف جيم. دونك باش ممكن نبدل هاد جي اون باسيون باسيون ممكن تقول ما باسيون سي، دونك بلاصت هاد جي اون باسيون ممكن تقول ما باسيون سي، ولا ممكن مباشرة تقول جيم صايي. هنا عبارات مختلفة، انت استعمل العبارة اللي بغيتي ومرة مرة بدل. دونك جي اون باسيون قلت جيم بوكو لو سبور، شوف هنا الطريقة باش قدمت، ما قلتش جيم لو فوتبول، كنطول شي شويه كنقول جيم بوكو لو سبور، كيعجبني بزاف السبور، سورتو خصوصا لي سبور كوليكتيف الرياضات الجماعيه كوم مثل لو فوتبول اي لو باسكتبول. جيم اوسي احب ايضا، دونك ماشي تقول جيم لو فوتبول وتسكت، خاصك تطول شي شويه تقول جيم اوسي ولا جادور اوسي ولا جو بريفير اوسي، احب ايضا اعشق ايضا افضل ايضا، لا ليكتور اي لو تياتر المطالعه et le théâtre le masrah. Au collège, le collège fash kanqra, je préfère yani fi dirasa diali je préfère kanfaddal les matières scientifiques le mawad elmiya deux points شكون هما la physique et la svt ça y est. Donc hna chfna kifash غنتكلم على les goûts et les préférences et les passions ديالي. Donc
تبع هذا الفيديو مزيان، حاول تكتب هذا الشيء، حاول انك تستعمل هذه العبارات فاش تكون كتكتب التكست على بارلي دو سوا، فاش كتقدم نفسك.